ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إياد القرعة، الأمم المتحدة. مرحبا بك أستاذ إياد. يعني تتبنى الأمم المتحدة 8 قرارات ضد الاحتلال الصهيوني، كيف تنظر إلى هذه القرارات؟ يسعد الله أوقاتكم. أنا أعتقد أنه اليوم الجميع لدي قناعة جيدة أنه هناك طبعا قرارات تصدر عن الأمم المتحدة، وهذا أمر إيجابي. لكن بالحقيقة أن هذه القرارات لا تترجم حقيقة إلى أفعال، وخاصة أنه يمكن قد لو بحثت في سجل الأمم المتحدة ستجد أن أكثر دولة اتخذت ضد قرارات مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة هي إسرائيل، رغم كل الفيتو الأمريكي الذي كان يتخذ. لكن في التطبيق الفعلي لا يوجد تأثير حقيقي وفعلي للأمم المتحدة على القضية الفلسطينية أو منع إسرائيل، سواء كان بشكل مباشر من خلال المؤسسات الدولية أو من خلال إجراءات تتخذ من قبل الدول في هذا الشأن. لذلك هذه القرارات هي إيجابية من حيث الجانب المعنوي لدعم القضية الفلسطينية، ويمكن يعني تساهم في نشر هذه الثقافة، لكن لا تتعدى أن تكون حبرا على ورق. إلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه القرارات الأممية ربما بوصلة لمشاورات الوفد المصري الذي يتولى الملف الفلسطيني الآن؟ لا، بتقديري يعني حتى نكون أكثر واقعية، الأمور لا تسير بالطريقة التي يتم الحديث عنها فيما يتعلق بالأمم المتحدة وغيرها، فيما يتعلق بالعلاقة مع احتلال، سواء الذهاب إلى تهدئة أو غيرها. لانه من الواضح انه اسرائيل لا تحتكم الى الامم المتحده ولا الى القانون الدولي ولا الى غيرها في هذه العلاقه، والتحرك الدول فيما يتعلق بالمصالحه بالتهدئه مع الاحتلال وغيرها هي تتحرك من مبدا المصالح ومن مبدا انها التحرك الاقليمي او التحرك الدولي، لا بتقدير باستثناء تحرك مندوب الامم المتحده في غزه في ملبنوف كامم متحده، لكن هذا ايضا تحرك سياسي لا ينقضي الى التحرك الانساني الذي تقوم به الامم المتحده. لذلك وفي الغالب ايضا يتماهى هو سمع الاحتلال الاسرائيلي في تحركاته. كيف تعلق على ما دار من مشاورات بين الوفد المصري بقاده حماس في غزه؟ انا اعتقد انه لا زالت هذه التحركات ايجابيه وتسير بشكل جيد حتى الان فيما يتعلق بمسيرات العوده، وهذا امر ايجابي وواضح انه الجانب المصري يواصل الضغوط بهذا الاتجاه، وهذا امر مهم وايجابي ليمارس دور على سواء كان مع غزه او مع الاحتلال الاسرائيلي باتجاه ما نسميه تقريب الجوانب الايجابيه باتجاه امكانيه فرض هدوء مقابل هدوء. لكن ايضا نجحت الفصائل الفلسطينيه خلال الاسابيع الثلاث الماضيه في التعاون الايجابي مع الجانب المصري، وهناك بعض الخطوات التي تمت لولا التصعيد الاخير كان يمكن ان تستمر ومتوقع ان تستمر خلال الفتره القادمه، وهذا الامر ايجابي. لذلك الجهود المصريه بتقديري هي مقدره في هذا الجانب، ولا زالت بطيئه فيما يتعلق بالنتائج، لكن هذا امر متوقع في ظل تعنت الاحتلال الاسرائيلي وعدم الموافقه على كسر الحصار عن قطاع غزه، والذي اصبح بعد 12 عاما يعني كابوس على اهالي قطاع غزه. لكن هذه تبقى مفاوضات بين المقاومه او ما بين الفصائل الفلسطينيه والاحتلال الاسرائيلي باتجاه كسر الحصار عن قطاع غزه، لكن الامور ذهبت باتجاه ان يكون هناك هدوء مقابل هدوء وليس تهدئه، ومع تثبيت وقف اطلاق النار الذي تم في عام 2014 في القاهره. شكرا لك. من غزه الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ اياد القرعة، شكرا لك.